أهم أو اللي موجود في رؤية الوزارة هو تحقيق تنمية سياحية مستدامة. وهنا تنمية سياحية مستدامة الحقيقة الأصل فيها هو تبني الأهداف 17 للأمم المتحدة، والنهاردة بنشوف تجسيد لبعض المبادئ اللي في الأهداف 17. طبعاً فيهم زي ما تفضلت الدكتورة ياسمين الجزء له علاقة بالبيئة بالصناعة، ويمكن في هدف أخير وهو الشراكات المختلفة سواء من داخل الحكومة أو الشراكة ما بين الحكومة والمؤسسات الدولية لتحقيق هذه الأهداف. الحقيقة النهاردة بنشوف في العالم أن كثير من منظمي الرحلات ووكالات السفر بيركزوا على أن الفنادق تكون فيها بعد بيئي مهم، طاقة متجددة، الناس كلها عايزة sustainable tourism، عايزة green tourism. الحقيقة مصطلحات مهمة، مصطلحات حديثة، المصطلحات دي تنفيذها في مصر بيرفع من القدرة التنافسية للمنتج السياحي.